لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، نواب وناشطون الحكومة السابقة والقضاء أخفوا أسماء قتلة المتظاهرين. في صحيفة واشنطن بوست، كشف قتلة المحتجين أكبر اختبارات حكومة الكاظم. في ألترا عراق، أحداث كربلاء صدامات بعد اعتداء على موكب تشرين وتهديد من الصدر. في القدس العربي، وكالة الأدوية الأمريكية تشدد معايير إنتاج لقاحات ضد كورونا، وترامب يندد. في صحيفة الزمان، رهن الاقتصاد العراقي بالقروض يزيد أعباء الأزمة. في العربي الجديد، وزير الخارجية العراقي تحرك دولي لإقناع واشنطن بعدم إغلاق السفارة الأمريكية. وفي موقع عربي 21، الولايات المتحدة تبدي قلقها إزاء نية تركيا اختبار S-400. السلام عليكم. عن القنص والطرف الثالث، كتب زيا وليد في موقع ألترا عراق مقالة جاء فيها: اضطر وزير الدفاع في حكومة عادل عبد المهدي أن يمرر تصريحا يتهم فيه طرفا ثالثا بقنص الشباب، ليضاف مصطلح الطرف الثالث إلى جانب مفردة قناص، فتكتمل الصورة في الأذهان والأقلام. والتاريخ ذلك التاريخ الذي لا أظن أنه سيرحم فئة تقتل شبابا لا يشكلون خطرا محدقا بأمن البلاد، ولا يرفعون السلاح بسلاح لا يستخدم إلا في معارك نوعية، لكن العار لا يقتصر على من وجه وأطلق النيران فحسب، بل سيبقى ملازما لهذه أو لهذا النظام الذي لن ينظف من براثن أعماله ولو توضأ بمياه الجنة. حصد القناصون الرؤوس وفتحوا الصدور والبطون في الشوارع، صوبوا من الأمام ومن جهة اليسار الجانبي لناحية المحكمة في شارع وزارة الداخلية حتى بات الهرب مستحيلاً. وثقت عدسات تصوير حالة الرعب التي زرعها عديم الشرف في الشوارع التي ندبت بأجساد المتظاهرين، لهم قادرون على تكملة المسير نحو التحرير ولا العودة إلى الخلف. ومن هذه الإشارات يمكننا التأمل بعقلية من استخدم هذا الأسلوب في قتل المحتجين، فهم أعداء بالنسبة له بالدرجة الأولى، لكن عامل الأهمية فقد أهميته في هذا الحدث بعدم وجود قائد أو محرك للمتظاهرين، وبالتالي توجه النيران الغادرة لا على التعيين، حتى أن بعض المختبئين خلف الجدران الكونكريتية لم يسلموا من غدر القناصين، فضلاً عن المندفعين إلى الأمام. ومن النقطة الأولى يمكن التأمل بحجم العداء الذي يكنه القناصون ومن أرسلهم لهؤلاء الشباب، حيث لم يستخدم سلاح القنص اضطراراً ولم يختر هدفاً بشرياً لتحقيق هدف عسكري، بل كان كل الشباب المتظاهر أهدافاً له منذ ذلك الوقت، وصار اسم حكومة عادل عبد المهدي حكومة القناصين. كتب هذا الاسم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات، وصار عنواناً لجريدة توك توك التشرينية. أخيراً، فإن حكومة لا تقتص من قتلة بهذا النوع من الخسة والإجرام والجبن وتقدمهم إلى العدالة، لا خير فيها ولا أمل منها، ولا تمثل المتظاهرين ولا الشعب الذي وقف خلفهم. يتساءل الكاتب علي الصراف في مقاله بصحيفة العرب اللندنية: هل يقود الدوري الانقلاب العسكري القادم في العراق؟ لغز عزة الدوري نائب الرئيس العراقي السابق عاد إلى التداول بعد أن أعلن وزير داخلية حكومة بول بريمر في العراق باقر جبر صولاغ عن مخطط لانقلاب عسكري على النظام القائم. صولاغ لم يكشف عن مصدر معلوماته، ولا أكد ذلك أجهزة الأمن والاستخبارات الرسمية، ولكنه قال إن تدريبات مكثفة يقوم بها الجناح العسكري لحزب البعث في شمال محافظة ديالى ومثلث الموت الواقع بين مناطق مكحول وخانوكا وسلسلة جبال حمرين لها هدف واحد، وهو دعم مشروع الانقلاب العسكري الجديد، معلومات لا أصل لها وليست لها أي مصداقية.
تحذير صلاة من وجود مخطط لانقلاب عسكري قد يعني أن هناك بالفعل من يخطط لانقلاب عسكري، ولكن بين أوساط الميليشيات التابعة لإيران، بحيث يتخذ المخطط المزعوم كذريعة لانقلاب هذه الميليشيات على حكومة مصطفى الكاظمي. ويسود الاعتقاد بين أكثر هذه الميليشيات ولاء للولي الفقيه أن الكاظمي يسعى إلى الحد من نفوذ إيران في العراق، ما يعني الحد من نفوذ هذه الميليشيات. وفي حال أسفرت الانتخابات المزمعة في أواسط العام المقبل عن هزيمة الأحزاب التابعة لإيران، فإن ذلك يمكن أن يحفزها على البحث عن ذريعة لتغيير المسار. إيران تستطيع أن تنظم انقلاباً في أي وقت تشاء، وميليشياتها قادرة على شل ليس الحكومة وحدها، ولكن أيضاً كل أجهزتها الأمنية والعسكرية بما فيها أكبر وحدات الجيش العراقي التي قد يستعين بها الكاظمي للدفاع عن نفسه. والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه الأجهزة كغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى مخترقة من جانب الميليشيات، وقد يتوفر لبعضها قادة مستقلون، إلا أنها تحتشد بمن يمكنهم شل هؤلاء أو قتلهم. الأمريكيون ينسحبون وأعدادهم لا تكفي لفعل شيء ذي جدوى ولا حتى لحماية النفس، بما في ذلك السفارة الأمريكية. إيران راهنت على طول الخط على وجود حكومة ترتدي قناعين، بحيث تبدو للأمريكيين وكأنها حكومة قادرة على فعل بعض الأشياء، وتنصاع في الوقت نفسه لمطالب إيران، وتتكفل بتغطية أعمال الفساد وتهريب الأموال وتوقيع العقود الزائفة وغير ذلك من الأعمال التي ظلت غايتها الوحيدة تسريب الثروات العراقية لتصب في صالح خزانة الحرس الثوري الإيراني. لقاء الخالة بالخال، اجتماع الأمم المتحدة مع قوى الإرهاب من الأمور التي تثير الانتباه والتي يبدو أنها صارت عرفا في تعامل الأمم المتحدة مع الإرهابيين، هي اللقاءات الشاذة التي قامت بها رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هنس بلاسخارت مؤخرا مع المرجع الشيعي علي السيستاني والإرهابي الدولي أبو فدك حول الموضوع، كتب علي الكافي في مجلة الجاردينيا. اللقاء الثاني لبلاسهارت مع زعيم ميليشيا مصنف على قوائم الإرهاب العالمي وهو المجرم أبي فدك عبد العزيز محمداوي، القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران. وهذا الإرهابي هو المسؤول المباشر عن قتل وخطف واغتيال وجرح الآلاف من العراقيين خلال الانتفاضة التشرينية المباركة. ولا نعرف هل اطلعت أم فدك على تصريحات أبي فدك السابقة حول قصف السفارة الأمريكية وقيام ميليشياته الإرهابية بالهجوم على المنطقة الخضراء وتهديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في عقر داره وقصف مجمع السفارات في المنطقة الخضراء. ربما حاولت أم فدك بلاسهارت أن تحصل على معلومات حول توقيتات القصف القادم للمنطقة الخضراء. ثم لماذا لم تطرح أم فدك أسئلة عن مستعمرة جرف الصخر والمعتقلين في سجونها ومصير المختطفين من المتظاهرين؟ وأين ذهب حزب الله بالمختطفين من أهل السنة في الفلوجة وصلاح الدين وديالة وهم بعهدته لحد الآن؟ هل من الطبيعي أن تلتقي ممثلة الأمم المتحدة بإرهابي دولي ملوثة أيديه بدماء الأبرياء العراقيين؟ وهل تم شراء ذمة بلاسهارت كما فعل الزعماء الشيعة مع من سبقها من ممثلي الأمم المتحدة؟ فقد فضحهم طاهر بومدرة المستشار الخاص ليونمي في زمن مارتن كوبلر بقوله لم يتعامل كوبلر مع الأطراف السياسية المتنازعة بعدالة لغرض تسوية المنازعات الطائفية، بل كان يتبنى مواقف الحكومة الطائفية. هل تعلم أم فدك الأمية أنها فقدت خلال هذه الزيارات مصداقيتها عند الشعب العراقي، لا سيما ثوار تشرين الأبطال الذين يمثلون غالبية الشعب العراقي؟ فقد أطلقوا عليها تسمية تناسب مهامها وهي بلاسخارت عدوة الإنسانية، واستحقت كمضيفها أن تلقب بالخالة. هل تغلق واشنطن سفارتها في بغداد؟ سؤال يطرحه الكاتب الأمريكي روبرت فورد في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط، نستمع إلى جزء منه. في أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري لا يمكن اعتبار الأوضاع الأمنية في بغداد أسوأ حالا مما كانت عليه في الماضي، بيد أن السياسات في واشنطن طرأ عليها كثير من التغييرات منذ ذلك الحين،
إذ لم تكن قضية مقتل الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في العراق محل سجال سياسي ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي الكبيرين في الولايات المتحدة من قبل. وربما لم يطالب المتظاهرون العراقيون بإخلاق مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، لكنهم لا يعتبرون أن العلاقات القائمة فعلياً بين البلدين تصب في صالح العراق على الإطلاق. والآن يعتقد كثيرون من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة أن العالم العربي بما في ذلك العراق بات أدنى في أهميته من زاوية المصالح الأمريكية. وفي عصر جائحة الوباء الفتاك مع الأزمة الاقتصادية المصاحبة له، تحول الإرهاب إلى أدنى التهديدات القائمة بصورة نسبية، وأصبحت الواردات النفطية من منطقة الشرق الأوسط أقل أهمية عن ذي قبل، وباتت الصين أكثر أهمية بالنسبة للساسة في واشنطن. ويضيف الكاتب: قام السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الحالي قبل 8 أسابيع بزيارة إلى واشنطن في محاولة لإبرام الصفقات التجارية الجديدة مع تبادل كلمات الثناء والمديح الدبلوماسية المعهودة. يا له من تغيير استثنائي ولافت للنظر، ولا أدري على وجه اليقين ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتها في نهاية الأمر أم أنها ستنزع إلى فرض العقوبات الاقتصادية على العراق من عدمه. لماذا أطل الرئيس ماكرون على الإسلام من نافذة السياسة؟ مقال للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي، وجاء فيها: اللافت في هذا الخطاب أن الرئيس الفرنسي وضع نفسه في موضع المنظر والإصلاحي للحالة الإسلامية ليس فقط في فرنسا بل في أوروبا والعالم، وبالتالي احتكر التشخيص والوصف الذي لا يتفق معه الكثير حين قال إن الإسلام دين يمر في أزمة في جميع أنحاء العالم ونحن لا نرى ذلك في بلادنا فقط. إن المراقب للحالة السياسية الفرنسية يجد بكل وضوح أنه كلما أشرفت الولاية الرئاسية على الانتهاء يأتي الإسلام والمسلمين مادة رئيسية في المشروع الانتخابي للمرحلة المقبلة، وتعود الأسئلة نفسها للطرح مجددا، وكأن الإسلام والمسلمين اكتشاف جديد حصل للتو في المجتمع الفرنسي، لتبدأ بعدها حملة شعواء واسعة للحديث عن تمويل المساجد ودور العبادة والمراكز الدينية، مرورا بالعادات والتقاليد الإسلامية، وصولا إلى الدعوة ليكون الأئمة والخطباء صنع فرنسا وليسوا قادمين من دول أخرى. هذه المقاربة ليست جديدة، ففي عهد الرئيس الأسبق ساركوزي جرى تبني فكرة وجوب إيجاد إسلام فرنسي، وبالفعل تم إنشاء مؤسسة لهذا الغرض باسم إسلام فرنسا، كما وضعت المقاربة الأمنية باعتبارها الحل لمعالجة الأزمة في الضواحي التي يقطنها المسلمون بمعزل عن أي حلول اقتصادية واجتماعية تساهم بالارتقاء بهذه الطبقة الاجتماعية، على الرغم من أن الجالية الإسلامية في فرنسا هي الأكبر في أوروبا، حيث يبلغ تعداد نفوسها بحدود 6 ملايين نسمة. إن الإشكالية الكبرى التي يعانيها الغرب هي أن نظرتهم إلى الأديان قائمة على أساس أنها أسلوب شخصي فقط، بينما المسلمون ينظرون إلى الإسلام على أنه ليس دينا وحسب بل ثقافة وعادات وتقاليد وأسلوب حياة، وهذا هو الذي يجعلهم يشعرون بالإهانة عندما توجه أي إساءة إلى دينهم، لأنها ستكون إهانة لثقافتهم وطريقة عيشهم. أين تقف إيران من الصراع على كرباغ؟ يقول الكاتب مروان قبولان: ولما كان الأذريون أتراكا من جهة العرق أو القومية، تتخوف إيران من أن انتصارا أذريا في الحرب مع أرمينيا سوف يعزز بالضرورة نفوذ تركيا في القوقاز الجنوبي ويغذي صعودها الإقليمي العام، والذي بات يقلق إيران بامتداداته من غزة ولبنان إلى سوريا والعراق والقوقاز. فيما تتركز معظم الأنظار على الموقفين الروسي والتركي في الصراع الدائري على إقليم ناغورنو كاراباخ باعتبارهما الراعيين الإقليميين المباشرين لطرفي الأزمة من الأرمن والأذريين، تحظى إيران بقدر أقل من الاهتمام، على الرغم من أنها الأكثر تأثراً نتيجة ما يدور في القوقاز الجنوبي. فإلى جانب أنها الوحيدة في مثلث القوى مع روسيا وتركيا التي تملك حدوداً برية طويلة مع طرفي الصراع،
تعيش في إيران أقلية أذرية كبيرة تتفاوت التقديرات حول حجمها بين 25 إلى 35%، وهذا يوازي ضعفي عدد الأذريين الذين يعيشون في أذربيجان نفسها. ومنذ بداية الصراع على الإقليم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، اتخذت إيران موقفاً مؤيداً لأرمينيا، علماً أن أغلبية سكان أذربيجان هم من الشيعة الاثني عشرية. وإن كان الدين لا يلعب دوراً مهماً في حياتهم، فعلى الرغم من أن إيران طرحت نفسها وسيطاً في القتال الدائري حالياً بين الطرفين، إلا أن لديها اليوم أسباباً أكثر لكبح جناح أذربيجان ومنعها من تحقيق انتصار عسكري. تقف مجموعة أسباب سياسية واقتصادية وجيوسياسية وراء هذا الموقف، فانتصار أذربيجان يعني أولاً إضافة نحو 130 كيلومتراً لحدود إيران، وتتخوف إيران من أن يؤدي ذلك لانبعاث الروح القومية بين الملايين من مواطنيها الأذريين، خصوصاً وأن تياراً في أذربيجان يرى أن إيران تحتل أذربيجان الجنوبية. من الزاوية نفسها تنظر إيران بعدم ارتياح إلى مشاريع الطاقة التي تتولى تركيا إنشاءها مع أذربيجان أو من خلال مع تركمانستان بغرض إيصال النفط والغاز من بحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية، وإذ يقلل ذلك من اعتماد تركيا على الغاز والنفط القادمين من إيران وروسيا، فإن طهران تعتبر ذلك أيضا حسما من أهمية مشاريعها المستقبلية وأيضا تقويضا لمساعيها التحول إلى مصدر رئيس للطاقة في أوروبا. أعلن شركة أبل الأمريكية الثلاثاء أنها تعتزم الكشف عن إصداراتها الجديدة لهاتفها الشهير آيفون في 13 من تشرين الأول أكتوبر. وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، تعتزم الشركة الكشف عن 4 أجهزة أعيد تصميمها لآيفون مزودة بقدرات شبكات الجيل الخامس اللاسلكية وكاميرات مطورة ومعالجات أكثر سرعة ونطاق أوسع من أحجام الشاشات. وسيعقد الحدث يعقد عبر الإنترنت بسبب المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا. ويتم طرح أجهزة آيفون الجديدة بعد نحو شهر من الموعد المعتاد، بعد أن واجهت الشركة تأخيرات في الاختبار والإنتاج النهائي بسبب جائحة كورونا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.